جديدة في البلاي جزءنا الأخير مواصلين حتى الخمسة متاع عشرين بدلوا ديسبلين نحكي وهون نستقبلوا لاعب الدولي للمنتخب التونسي محمد السوسي. محمد أهلا بك. مرحبا أخوي. سلام عليك. الحمد لله. شنية الأمور هاك تونسي أخوي؟ والله روحت البارح مثل كوسي مثل تونسي. أي راحة ذيك بما تركع حمولك ولا شنو بالضبط؟ والله كيكا دو سمين وبعد ما رجع أصلا مو كل شيء. دونك محمد سمعنا الجمعة هذه كما سمعوا الناس الكل أكيد خبر متاع إمضائك في نادي ترومبلي الفرنسي، أكيد تجربة جديدة ليك بطولة الفرنسية، لو كان تحكينا عليها أكثر. ولا صحيح كنت صراحة عقد كيف الموسم قبل طبعا عندي في دو موا شخوا بعد ما طلعتهاش في الميديا وطلعت آخر جمعة اللي فاتت. ولو انه ما يتخبى شيء تداول شوية كلام المدة اللي فاتت زاد. في الأخر تخبى شيء حد الفرنسا بدون تخبى شيء. ثلاثة مواسم وشخوط تجربة جديدة إن شاء الله نكون بالنجاح لأي وقت. شنو هي الأهداف نتاعك محمد في التجربة هذه مع ترومبلي؟ لا نسمعك. شنو الاهداف نتاعك في التجربه هذه الثانيه ليك في بطوله فرنسا ولا مع ترومبلي؟ والله باش تكون تجربه اخرى بعد مونبيلي، عندي اهداف اخرى باش ناخذ اكثر طونجو، وعندي اهداف لي انا بيرسونيل اوسي، وفما زاد فما البروجي نتاع الكلوب اللي كانوا حكاوا لي على البروجي هذا، ان شاء الله نقدموا كذا موسم باهي برشا ان شاء الله. محمد من مونبولي يلعب على المراكز الاولى، يلعب على الشامبيونز ليغ، في الشامبيونز ليغ ليكيب تلعب من اجل تفادي النزول اللي هي ترومبلي، تشوف اللي هي خطوه للوراء هذه والا لا باش تعاود تتلانسي كذلك من جديد؟ لا لا باديتو، ماهيش خطوه للوراء. اول حاجه السعامه، وكان عام كيما نقولوا احنا لينيسيان نتاع ترومبلي، وتو كيما قلت لك عندهم بروجي اخر نتاع 5 سنين 6 سنين قدام، ديجا عندهم بالي دو سبور غير قاعد يحضر تو تاع عامين اخرين، وعندهم تو لي كونترا نتاع لي جوار كل فوق 3 سنين واربع سنين، دونك مش نتاع الكلوب هذا مش نتاع عامين 3 سنين قبل، كيما تشوفوا حتى الريفيلمون كل نتاع 3 سنين ما فماش معاه عامين، دونك باش تكون لي انا زاد كنت عندي عقد زاد اخر في مونبولي، فضلت باش نغادر خاطر لي كونديسيون لي كونفيرم في مونبولي لقيتهم توا في ترومبلي، قال هذاك بدل الكلوب ما يلعبش على المانتيان، ديجا عن اوبجيكتيف عم جاي باش نلعبوا لي اش اف كاب ان شاء الله. قلت لي اقترح عليك التجديد مونبلي، علاش ما عجبكش؟ قلت ما لقيتش لي كونديسيون، شنو مهم عليا ولا شنو بالضبط؟ والله هاني قلت لك اوبجيكتيف بيرسونيل اكثر، فهمت؟ هاني قلت لك سبورتيفمون زاد اكثر طونجو، وزاد كيما تعرف لي كلوب في فرنسا الكل كيف ثم ماهمش بعد برشا على بعضهم، دونك احنا كيما نقولوا ناخذ ليكزومبل نتاعنا احنا عمناول، دونك لعبنا كونتر ترومبلي في ترومبلي وربحنا ان بوان في السيكوند الاخر، دونك البي اس جي يمكن اقوى شويه من الناس الكل هك. وي فوالا عندك وي ثم باغي، ومن بعد يجيو الكلوب الاخرين كل نجم اي كلوب ينجم يخسر مع اي كلوب، دونك شامبيونا فرونسي دونك الاقوى ما ثم هي المانيا، دونك كيف بالنسبه ليا ثم بروجي اخر بروفيسيونيل كيما قلت لك باش اكثر طونجو واكثر نجم نكون نقدم كرويا اكثر من مونبيلي، فهمت؟ تقلقت شوي نفهم اللي ما كنتش تلعب برشا في مونبيلي. والله لا كما شفتوا كان جي بيريود واللي انا ناخذ كما نقولوا بزمام الامور، ومن بعد فيو ليفيكتيف ريش نتاع مونبيلي، دونك ابخي صعيب برشا نتاع باش تاخذ باش ترونسي روحك دي بليسيور حاجه كيما هكا، فهمت؟ ماهوش بسهل باش ترجع ترونسي روحك، شكون هنا في ترومبلي ثم نتصور ناخذ اكثر طونجو من قبل ان شاء الله. محمد في الكلوب عرفناك تلعب في الديفونس كما تلعب في الاتاك، معناها كلي في مونبلي تبدلت شويه الحكايه، وليت يعتمد عليك اكثر في الديفونس، علاش؟
والله يعني قلت لك ثم كما تعرف في فرنسا، في فرنسا كما هما كما يقولوا ماهوش كما في تونس مونتاليتي، راهو الديفونس كي جوار يلعب ديفونس ديجا ديجا حاجة باهية برشا. كما تشوفوا تو في الهون في الهون تو ديفونس وكون مونتي دبال، دونك لاتاك كلاسيك دونك ما يعملوش عليها برشا. وثاني حاجة كما قلت لك تو جي جي بيريود ونلعب نلعب ديفونس وقت، دونك نجي ناخذ ميور ميور جوار نتاع ليغ دي شامبيون في الجورني، دونك مش كان هكا فهمت. كما قلت لك دي بيريود سيزون صعيبة برشا وطويلة برشا، دونك مع ليفيكتيف وتي بيريود اللي تلعب شوية ديفونس وتلعب مرة أخرى تلعب زيد أتاك، دونك المرة كيفاش فهمت، مش كان ديفونس بركة فهمت. وجود مروان شويرف في ترومبلي شجعك شوية؟ والله صحيح ان بلوس باش تلقى واحد معاك تونسي اللي تنجموا تكونوا مع بعضكم حاجه باهيه برشا، وزاد كيف كيف زاد في ليكيب ناسيونال يرجع يرجع بالفايده ان شاء الله. واني قلت لك حتى لي بروجي نتاع الكلوب شجعوني برشا باش نصحح الكونترا هذا. سينو تبع شويه الكره في تونس، تبع شويه جماعه قبل الكلوب؟ والله شوي شوي نقعد باتصال زاد مع اصحابي اللي تو يلعبوا في الكلوب وناخذ شويه اخبار. هو ظهر لي مقعد فيهم حد اللي كنت معاهم انت اللي كيف بدلت برشا. تي ثم قعدوا شوي ثم كيما نقولوا تو مكرم سلامه كيما الكابيتان تو ناخذ من عنده كلمني ونكلمه، دونك عندي شويه اخبار. شنو رايك في السيتياسيون اليوم؟ بدل برشا الفيكتيف فهمت. شنو رايك في السيتياسيون تاع الكلوب اليوم؟ ظهر لي ما رجعوش حتى يتبناو لليوم مازال. والله يعني قلت لك السيتياسيون صعيبه برشا سورتو سورتو فينونسيرمون، دونك ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ان شاء الله زاد المسؤولين يفيقوا ويعاونوا جواريتهم زاد اللي هما مستحقين، هما كيما مسؤولين مستحقين جواريت جواريت زاد مستحقين مسؤولين باش يكونوا باش يخلصوا في فلوسهم وزاد عندهم عائلات وعندهم كل شيء ان شاء الله ربي معهم. هو ان شاء الله مستقبل خير في الكلوب. كيما مستحقين لك انت محمد في المنتخب اكيد ان شاء الله تاخذ اكثر طون جو في ترومبلي، واكيد عندنا ديزيسيونس مهمين اولها ممكن تيكيو الجايه. نحكي شويه على المنتخب النجم صعيبه المهمه صحيح لكن مش مستحيله ولا لا في اعتقادك انت صعيبه برشا؟ والله كيما قلت انت صعيبه مش مستحيله، دونك في السبور ما فما حتى مستحيل صحيح، دونك كان كنا نربحوا الفينال تكون كونتر مصر تكون اسهل، مي على غالب اللي صار صار تو ونخزر تو قدام نعملوا اللي علينا وان شاء الله كان سهل ربي يترشحنا، سينو كانوا نخدموا ما نخوش في تيكيو هذه. فما دي شامبيونات دي مون جايين ومازال فما دي كاليفيكاسيون اخرى ان شاء الله. جوست كلمة انت حكيت على ماتش مصر، ما عرفتش منتخبنا وقتها محمد شنو صار؟ والله يعني قلت لك كنا كوتي على غالب باش نعملوا برشا بريسيون المسؤولين الجمهور ماعرفش الاورجانيزاسيون شوية ليزابيتر شوية احنا ما كناش في نهار على غالب خسرنا ماتشونا كثير في الكورة كثير نكسات كيما هكا على غالب. ان شاء الله الحاجة المهمة اللي احنا مش نقعدوا لازم نقدموا قدام ما نقعدوش غادي نوريو وجه باهي ان شاء الله الجمهور التونسي ان شاء الله. يعطيك الصحة شكرا ليك محمد السوسي. مرسي خويا اسلام عايش ربي معك وبالتوفيق ليك ان شاء الله في التجربة نتاعك جديدة. هكا نوصلوا لنهاية الحصة نتاعنا اليوم في بابلاي، حكينا اكيد بداية الحصة على موضوع النادي الافريقي الانخراطات اللي اكيد وجود شبه حول شراء بعض الانخراطات من قبل مترشح لرئاسة النادي الافريقي. كان معنا تومي بن فرحات الاستاذ، كما كان معنا ايضا استاذ الكاتب العام السابق سامي المقدمي. حكينا ايضا على اخر اخبار السياسات مع مراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح اللي حكينا على وضعيه حمزه المثلوثي على الدين المرزوقي ثنائي الغيني السياسات سوكاريز تاج متاع السياسات كيف حكينا ايضا على موضوع الجلسه العامه الانتخابيه. عدد المواضيع تلقاهم الكل في اللايف ستريمينج الموجود على الباج بتاعنا اكسبريس اف ام
والا اكسبريس اف ام سبورت. كما ايضا كان معنا السيد منير بن صخريه رئيس اولمبي بيجا، حكى على اسباب انسحابه من مهامه قبل بدايه الموسم. ايضا فرج بوسلامه رئيس مدرسه النجم الساحلي حكى على ترخيص اللي خذته مدرسه النجم الساحلي من وزاره التربيه باش يتم اعتمادها في المدارس المعتمده من وزاره التربيه. ايضا وكملنا مع الهوند واللاعب الدولي محمد السوسي واللي حكى على انتقاله من نادي مونبيليي لترومبلي الفرنسي. غدو اكيد موعدنا في نفس التوقيت في فريبلاي من الثلاثه الى خمسه متاع عشيه. قبل ما نختم نشكر احمد بالخوجه في الاخراج ونشكر الناصر في الساكري في الاخراج الرقمي. موعدنا كما قلت غدوه في فريبلاي.